يسترجع خنو في المدافع الايسر، فالوسط موجود حو سمير، وقف كورتو. بن علي، بن علي فعل مولودية ما يصعدش كله، كأنه متخوف. وأيضا دودان الوسط مع دريش، واحد من أبرز اللاعبين في اللقاء الربع النهائي اللي كنا شاهدناه أمام شباب الوزداد. خياط دودان والكرة تمشي وتضيع، كولي بيسترجعها وانطلاقة في هجوم معاك. كولي مع طبال، طبال يصوب وبالتغطية من هناك المدافع فتحي خرج كورتو. ينطلق دريش، وصل علي بن علي، بن علي الاعتماد على خطه التسلل، ما فيش تسلل، وينطلق صيفي على الجهه اليمنى. صيفي يدخل منطقه العمليه، صيفي وحده، والهدف، والهدف الاول لصالح المولوديه من صيفي. روعه، هدف رائع جدا، لانه صيفي كان ذكي جدا، عمل نفسه راح يمرر كورتو لهوه وفضل مغالطه الحارس اسماعيل. هدف اول بعد مرور 8 دقائق لعب لصالح مولوديه العاصمه، وانصار المولوديه الملعب 5 جويليه يهتز كله. هدف مقابل 0.7 دقائق لاعب، الهدف راح يعطي شيء اخر، طعم اخر للمقابله تاع اليوم. لو نشوف الاعاده يا خالد بعد هذه الصور الجميله، طبعا شوف كيف ان الصيفي كان ذكي جدا لما غلط الحارس صيفي، لكن قبل ذلك لازم نشوف اذا كان فيه تسلل ام لا، اذا كان ممكن طبعا بعد التصوير البطيء، لانه صيفي خرج في وضعيه كان فيها دفاع شباب باتنا. هنا ما نقدرش نعرف كان دفاع شباب باتنا يظن بان صيفي في وضعيه تسلل. نشوف هنا الذكاء تاع صيفي، انطلق خدا كامل وقته، شاف الجهه اليسرى، الحارس ظن بانه راح يوصلها لرافقه ورماها مباشره في الزاويه اليسرى المغلقه للحارس اسماعيل مسعود اللي يباغت مباشره بعد 8 دقائق من انطلاقه الشوط الاول. شوف الذكاء الكبير تاع صيفي هنا، والمره الثانيه يصوبها نحو المرمى، وهدف بعد ما لمسها وطلقها الحارس اسماعيل، وانطلاقه لصالح فريق شباب باتنا على الجهه اليسرى بوسط مزجري مع فتحين، يرجع كورته ممتازه لكوليف، وخروج من الشاد، وانطلق من دودان